ايه هو الطب الشعوري التصنيفي؟ الطب الشعوري التصنيفي هو الوعي والمعرفه التي يقوم عليها التشخيص والتشافي بارجاع اضطرابات انسجه الجسم الى علاقه النسيج بالشعور. الطب التصنيفي مبني على مفهوم اساسي ان الانسان كائن شعوري مبني له جسم، مش جسم بيشعر، وبالتالي في علاقه وثيقه ما بين المشاعر والجسم، والاصل هو الشعور مش الاصل هو الجسم. وبالتالي الطب الشعوري التصنيفي هو الوعي والمعرفه التي يقوم عليها التشخيص والتشافي، تشخيص الامراض الجسدية وطريقة التشافي منها. وما نقول تشافي وما نقولش علاج، بنشاور للعميل ازاي يستعيد اتزانه الشعوري في المنطقة دي. وبالتالي اما بيستعيد اتزانه الشعوري في المنطقة المضطربة دي، النسيج المرتبط بهذا الشعور المضطرب بيحصل له ايه؟ اداؤه بيتحسن وقد يصل الى الشفاء. كل النسيج في الجسم هو عبارة عن تصوير مادي لشعور انساني، تجسيد مادي لشعور انساني. وما اقول كل النسيج اعني النسيج ومكانه، يعني الجلد، الجلد ده مشاعره غير الجلد ده، غير الجلد ده. طبعا كونه كله جلد له معنى، بس المكان كمان له معنى اضافي. فكل منطقه في النسيج لها معنى اضافي عن نوع النسيج نفسه كمان. وبالتالي اي شعور، اي حال غير مريح في النسيج هو على طول تعبير عن شعور، وهو ده الطب التصنيفي.